السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، أخباركم؟ لاباس؟ نتوما مزيان بخير في أمان الله وحفظه. حبيت ندير لكم واحد الفيديو شوية الطبيعة، شوفوا شوية الطبيعة، شوفوا الجبال، شوفوا الشجر، كيفاش كتشوفوا معنا دابا الشجر موجود تبارك الله. هاد الوقيته ديال الغروب الشمس كتكون الدنيا زوينه، كيكون الجو زوين. نحاولوا نصوروا شي لقطات هنايا، هانتوما الطبيعه كي دايره. ندوزو نيت نشوفوا واحد السيد واش خدم ليا واحد الخدمه ولا لا، وصيتو يصاوب ليا شي عواد على اساس باش ندير واحد نزرب الزيتون، وقيلا راه صاوبهم. انتوما جو معنا، حيت كل خطره كنزرب هنايا كنجي ندير الزيتون كنسقيه حتى تيكبر شويه وصافي، كتجي كيجيو صحاب الغنم كياكلوه وباش يكبر. ايوا دابا فكرنا نديرو له الزرب باش نحافظو عليه، وديك الساعة باش نتا الزيتون يكبر شي شوية، انتوما كون معنا في نفس الوقت كنشوفو هاد المناظر الطبيعية. الصراحة الهدوء والسكينة في البادية هي فيها الهدوء والسكينة. ها فعلا هو راه صوب لي داكشي، هانتوما كتشوفوا دا الزيتون راه دابا في عمرو 4 سنين، يعني يكون كما كلاتوش الماشية وكو راه دابا لا مخير. دنا هو هانتوما، ها هو الزرب دارو السيد مع الزيتون، ها هما فعلا. ها انتما دابا مسكين شكي داير هاد الشجر اللي عتقاتو، حتى الماشية فاش كت تاكل منو كتضيعو. المهم الحمد لله هاد الشتي هادي راه لي داز، هاد السنة الشتا هادي تقريبا شي 15 يوم، كانت الشتا كطيح هنايا الحمد لله، راه ترقع دابا اللهم لك الحمد. كنت هنا ديال اللوز والكركاع، اللوز واللوز والزيتون، 50 شجرة. ايوا دابا منين بداو ليا الاخرين، دابا غادي نحاول ان شاء الله شويه كما يحيو تجددو شي شويه. وهذه اللوزه ها هي شتي، ها هي واخا داك راه كلاس شي حاجه هنايا، ها انت شتي هانتوما هي راه كلاتها شي بهيمه هادي، فهمتي؟ ها هما انا التربه هادي ديال اللوز صراحه، تا الزيتون كيصبر، كان شحال هادي صغير ما خلاش الارنب ما خلاش. ها انت ربما ها الاثار ديال الحيوانات خلال الفضلات ديالهم، كتشوفوا بان راه داز عاوتاني دازو من هنايا. والله يهدي الناس، الله يهديهم، فهمتي؟ ها انتم اخوان تبارك الله كي دايره، شتي عندنا 50 شجرة، 50 شجرة كلها حطيتها هنا ويكون صدقات تبارك الله. راه غادي الطرز ديال الأرانب، شتي ديال الأرانب، هانتوما الإخوان كي كتشوفوا معنا. غادي نحاول الناس دابا هنايا هما دارو شي صيدو، هنا دارو بحال اللي كيحطو الطعم للأرنب وكيجيو يديوه. الزيتون تبارك الله عاجبو الحال،
ابتداء ان شاء الله الشعبه غادي نصلحها ان شاء الله. هي هاد الشعبه غادي نحاول نصلحها ان شاء الله باش ما تحلاش، باش ما يبقاش الانجيره في التربه. هنايا غادي نحاول نعمر بهذا الحجر ان شاء الله. هي ايوا سيدي مزيانه الغابه كي دايره الحمد لله، ملي طاحت الشجره ولات مزيانه. ايوا سيدي مزيان. شوفوا جهه اخرى. هانتوما الاخوان جينا لنا كملنا الفيديو ديالنا، شفنا دابا البحيره هذه الجريده ديال خالتي وخالي داروا هنا الجرده. ها هي القرعه سي، ها هي القريعه، ها هي القرعه انتي اللوبيا تاني، هذه اللوبيا البيضاء، ها هي اللوبيا البيضاء هانتوما كتشوفوا. شي زين تبارك الله. هانتوما ثاني القرعة واحدة أخرى، هاهي تبارك الله شتي، هاهي تبارك الله ما شاء الله فهمتي، هاهي واحدة أخرى عاوتاني، هاهي تبارك الله ما شاء الله. دابا نشوف حدا اخر، شوف التفاحة، التفاح تبارك الله، التفيح حتى هما، هاهي وحدة، هاهي تبارك الله، هادي غادي نحيدها، هاهي تبارك الله كي دايرة هادي بيو، طبيعية هادي راه ما فيها لا دواء لا والو، شوف كي دايرة ما شاء الله، تبارك الله، التفاح البلدي. شوف شوفوا هذه كي دايره تبارك الله، شوف هذه زوينه فهمتي ما شاء الله. واحده اخرى ها هي، الله شحال زينت، واحد الرائحه طيبه. نطلع نشوفوا بيت الواد، بيت الواد الواد ناشف، هو الواد اللي صورت لكم به هذا فيه الحملة. ها هو شتي شحال، ها هو، نحاول نزومي باش يبان لكم مزيان شتي. شتي كلي داكشي معقلير جدا جدا صراحة، منظر رائع مع غروب الشمس صراحة، شي زوين بزاف. ايوا سيدي تبارك الله عليكم، وما تنساوش ديروا ابوني، تعاونونا تعاونوا القناة ديالكم، وخليو لنا تعاليق ديالكم، خليو لنا ملاحظات ديالكم. ايوا سيدي تبارك الله عليكم، مع السلامة.